انت بتعرف شو المشكله اللي انا واقعه فيها؟ ما قدرت حط ايدي على املاك عائله لوترا ولا لقيت الطريقه المناسبه لجيب اوراق الملكيه، وحتى ريشاب حاولت خليه يحبني، بظهر له كل يوم مشاعر الحب اللي عندي وبهتم فيه، بس ما نوع عم يبادلني المشاعر. هذا عادي، اما المصيبه ما هيش لوترا، رح يفيق من الغيبوبه عن قريب. شو؟ اول ما يصحى ويرجع له الوعي رح يزتني برات البيت، حتى اذا ما عمل فيني هيك اكيد ما رح كون مرتاحه، لانه رح يحكي للعيله شو عامله، بدي صير مكشوفه قدامهم كلهم. شو بدي اعمل؟ اسمعي، لا تقلقي منوب، ما رح تروحي لمحل، رح تضلي بهالبيت، بوعدك بهالشي. ايه بدي اياكي تروقي، ما في شي ما له حل، رح طلعك من هالمشكله. شوفي شيرلين، شبك ما في شي ريشا. لك ليش قاعدة عم تبكي؟ سببك انت. بسببي عم تبكي؟ ليش؟ شو عملت لك؟ بأول عيد مع بعضنا انت ما احتفلت فيه معي. طيب ليش ما قلتيلي؟ انا في براسي ألف شغلة. أي لون بتحبي؟ شايف اللون البنفسجي بيلبق لك. كل عام وانتي بخير، تفضلي. مبسوطة هلأ؟ ايه. حقك علي قصرت، بس شفتي قديش كنت مشغول، البيت كان معبى ضيوف وأنا ما كنت فاضي أفكر بشي. هلأ ما عم برر لك إني انشغلت عنك، كمان انتي بتعرفي كل شي بالبيت أنا المسؤول عنه، شايف الوضع. هو وأخوه بيضلوا يضايقوها، ليش ما بيتركوها بحالها ويخلوها تنبسط بحياتها؟ ما عندهم شيء تاني يروحوا يتسلوا فيه؟ في حدا هون؟ يعني ريشاب مين بده يكون؟ ما في حدا بالغرفة ريشان. إذا ما في حدا شو هالصوت لك؟